في شخص يعني أحبس. نعم. كان له حادث سيارة في عرفات ومنع من قبل الشرطة أن يبيت فبيت في عرفات، فلم يستطع أن يبيت مزدلفة حتى الصباح أطري عنه، هل هذا يكون حكم مكره؟ ما أنت بتقول منع أن يقف في عرفات؟ لا، وقف في عرفات إذن. لكن حبس في عرفات فلم يطلق صراحة إلا في الصباح، فلم يبيت في مزدلفة. طيب، هو البيات غير صلاة الصبح في المزدلفة، يعني البيات كله الليل من بعد ما يفيض الناس من عرفات إلى المزدلفة وينامون هناك، هذا هو البيات، هذا واجب. لكن أهم من هذا الواجب صلاة الصبح في المزدلفة، فإن كان صلى الصبح في المزدلفة أيضا ما معناها مر مرورا. أي نعم. يعود هذا الجواب عن مثل ما سبق بالنسبة للذين باتوا خارج المزدلفة، أيضا هذا مضطر وليس يعني مسؤولا عن تقصيره، فنرجو أن لا يؤاخذ على ذلك. ما يلزم.